بيردش. يبقى اكيد النتيجه ما ظهرتش. نتيجه ايه هند؟ هي نتيجه ثانويه عامه؟ ده حته اختبار حمل بتجاب من الصيدليه بعدها بدقيقتين بيتبان اه ولا لا. في انت كمان. طب اهدي يا بنتي على نفسك. ايه الهري اللي عماله تهريه في نفسك ده؟ احنا انت كده هتموتي ناقصه عمر. احسن عشان ارتاح من القرف اللي انا فيه. طب قومي قومي غيري هدومك عشان نلحق ميعاد الدكتور. معلش يا هند، ممكن تروحي انت؟ انا مش قادره اروح في حته. نعم، امال جبتيني هنا ليه؟ ستي حقك عليا، انا غلطانه. اما اقول لك تعالي بعد كده ما تجيش، حقك عليا انا اسفه. هو لو كان عارف حاجه كان هيقول لك. من امتى يعني حسام بيخبي عليكي حاجه؟ انت اصلك ما تعرفيش حسام زيي. حسام مش هيقدر على البت دي، البت دي مش سهله. بس انا بقى هقفلها هقفلها وهخلصه منها، ان شاء الله يا رب اقتلها حد. عقلي يا غاده، هو انت ايه؟ القتل بقى بيجري في دمك؟ انت هتذليني؟ انت عارفه كل اللي حصل؟ عارفه ان انا ما كانش قصدي يا هند. قلت لك 100 مره ما كانش قصدي. ما كانش قصدك؟ ده على اساس ان انت كسرتي لي فازه؟ اه، انت يا دوبك قتلتي لي جوزي مش كده؟ مش يا هند، مش شوفي كنت رايحه تعملي ايه؟ مشي. انا فعلا همشي.